موقع الشيخ ياسر الدوسري يقدم. أنتم يا شيخ ياسر يعني لكم في إمامة المساجد يعني مجال طويل، يعني دور إمام المسجد في تفعيل المسجد ونشاطاته لأفراد الحي وللناس جميعا، هل ما زالت رسالة المسجد موجودة كما كانت؟ هو طبعا لم تكن يعني رسالة المسجد اليوم ليست كما كانت لا شك، كما كانت في صدر الإسلام، والعلماء قرروا القاعدة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، فلا يمكن أننا نطبق المسجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المسجد كان يقاد منها الدولة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم اختلف الحال واختلفت الظروف. لكن هناك جوانب كثيرة، يعني قضية جانب الفتوى، تعليم الناس، إرشادهم، قضاء حوائجهم، تعليمهم في تبصيرهم في أمور دينهم، معالجة قضاياهم، كل هذه تكون في المسجد، الحلقات، التعليم، التوجيه، هذه كلها تكون في المسجد. لكن أنا عندي نقطة مهمة أوجهها بها نفسي وأوجه بها أيضا، يعني أذكر بها إخواني من أئمة المساجد والذين فتح الله عليهم وفي العمل في المساجد، أن يتذكر الغايات والأسرار والمقاصد التي من أجلها فرضت صلاة الجماعة. هي فرضت لأبعاد ندرك بعضها وبعضها لا ندركه، صح. يعني صلاة الجماعة، اجتماع الناس، تآلفهم على قلب واحد لتبصرهم، لماذا يجتمعون، يفرض عليهم في كل جمعة، وتأتي واستمع كلام الخطيب، هذه كلها لكي تفهم، يعني كلها جعلت لأسرار يجب أن نحن ندركها كأئمة وكعاملين في المساجد. إذا أدركها سنتصور حجم المسؤولية التي على كاهنة، وبالتالي سينعكس هذا جميل على الأداء. حول إمام المسجد، وعندما يكون يصلي خلفه يعني أعداد كبيرة من الناس في رمضان وفي غيره من الشهور، أهمية يعني تجديد النية مع الله عز وجل، وكذلك ربما هناك مسألة عندما يكون الإمام على شهرة واسعة الناس تحبه وتطلبه، هو في المقابل يخشى الظهور ويخشى الشهرة أن تؤثر على نيته وإخلاصه، لكنه مطالب بأن يقابل هؤلاء الناس الذين أحبوه وأن يجلس معهم وأن يخرج إليهم من خلال وسائل إعلامية أو غيرها. تحقيق المعادلة في هذا الموضوع، هو الحقيقة يعني قضية النية كما تعلم ويعلم الجميع أن أمور الدين خاصة ما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيه مناطق رمادية، إما أبيض أو أسود، إما أول من تسعر به النار أو ارقى ورتل كما كنت ترتل بالدنيا فإن منزلتك آخر آية تقرأها. والله سبحانه وتعالى لما رتب عظيم الجزاء في حق قارئ القرآن في الدنيا وفي الآخرة عاقبه بعظيم العقاب حينما يخالف، عندما يخالف هذا المنهج ويتنكب الطريق ويخرج من طريقه ذلك. نقطة مهمة ثانية أذكر بها أيضا نفسي، أن الإنسان لا شك أنه يعيش صراع شديد جدا بينه وبين نفسه. الإنسان عندما يتذكر، عندما يقف في محرابه ويقرأ القرآن، سواء المسجد فيه يعني 10 أشخاص أو فيه 10,000، عندما يتذكر بأن الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماواته سبحانه وتعالى يستمع إليك الآن، تتغنى أنت بكلام الله، وهيئك الله لتقرأ كلام الله على عباد الله، فإن هذه المنزلة إذا وصلت إليها فإنك ستنسى الدنيا بما فيها، تسمو على الدنيا بما فيها لأنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى. اللهم آمين. نحن في ختم هذا اللقاء، وكثير من الناس يقولون بأن الشيخ ياسر الدوسري طبعا يحب الناس ويحب لقاء الناس، والناس كذلك يبادلونه هذا الحب، في المقابل ما رأيك بالنقد من أجل النقد؟ النقد يجب قبل أن أنظر أنا في الناقد، يجب أن أنظر في قبل أن أنظر في النقد ذاته، يجب أن أنظر في الناقد وفي خلفيته الثقافية والعلمية وسعة أفقه وفهمه والأدوات التي بنى عليها ذلك النقد، وبذلك أنا أعلم إن كان خطأ نقده صوابا أو خطأ. جميل. وسأعلم أيضا الفئات والأشخاص الذين يهمني ويعنيني نقدهم. أما استرضاء الناس جميعا فهذا لم يحصل لأحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رسول عليهم الصلاة والسلام، وذلك قال الحسن البصري عندما قال له رجل، قال إن قوما يتتبعون سقط كلامك ليقعوا فيك، قال لا عليك يا أخي، فإني قد أطمعت نفسي برضا الله فطمعت، وأطمعتها برضا الناس بالجنة فطمعت وأطمعتها برضا الناس، فلم أجد إلى ذلك سبيلا لأني وجدت الناس لا يرضون عن خالقهم فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم. بهذه أختم معك هذا اللقاء وهذه الإطلالة الجميلة والخفيفة، الشيخ ياسر بن راشد الدوسري الأمين العام لجمعية الأمير سلطان لتحفيظ القرآن.
جوي وإمام جامع الدخيل في مدينة الرياض. شكرا لكم شيخ ياسر. حياكم الله وحيا الله. بارك الله فيك وشكرا لحضورك ولمشاركتك. مستشاركم أيها الكرام في هذه الحلقة بعد فقرة مذاق الشيف الدكتور أحمد أبو عبات وحساسية الصدر، نستقبل اتصالاتكم إن كنتم تعانون من حساسية الصدر، ثم نعود لنتابع فقرتنا القادمة. أشرقت شمس الزمان فزرنا